رسالتهم مطولة، بعض الشيء يقول فيها: في القرية التي أسكن فيها كان هناك رجل يفتح كتابة لتحفيظ القرآن الكريم بالأجر، مع العلم بأن لديه 3 أولاد يحفظون كتاب الله، وكان هذا الرجل يتخذ حجرة بجوار مكتب تحفيظ القرآن الكريم يمارس فيها علاج أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال بالقرآن وبالأحدبة. توفي هذا الرجل، وبعد مرور عام على وفاته قال لنا أحد السكان: رأيت فلانا، أي يقصد هذا الرجل المتوفى منذ عام، كاملا في رؤيا يطلب فيها هذا المتوفى نقل جثته من مكان مدفنه إلى المكان الذي كان يمارس فيه عمله، أي الحجرة، مع العلم بأن القبر المدفون فيه يبعد عن قريتنا بمقدار 3 كيلومتر، وتم بالفعل نقل الجثة إلى المكان المأمور به، وعمل ضريح لهذا الرجل يزوره كل سكان القرية من رجال ونساء واتخذوا له ضريحة. اختينا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم عن هذه المسألة من كل جوانبها. هذا عمل باطل ولا يجوز العمل بهذه الرؤية، لأنها رؤية من الشيطان، وده دفن الميت في المسجد أو بالحجرة المجاورة للمسجد هذا لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى، لأن ذلك من وسائل الشرك. وأما قصد زيارة الضريح للاستشفاء بالميت أو طلب قضاء الحوائج منه أو دفع الضر أو جلب الخير، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. والسبب في هذا، السبب في حصول هذا الشرك الأكبر، هو دفن الميت أو نقله إلى هذا المكان وعمل هذا الضريح له، لأن بناء الأضرحة والبناء على القبور ودفن هذه المساجد أو بناء المساجد عليها أو الصلاة عندها، كل هذه من وسائل الشرك. ولهذا لما نقل هذا الميت إلى هذا المكان عند المسجد أو المجاور للمسجد، أقبل الناس عليه بصرف العبادة له من دون الله عز وجل، فهذا عمل باطل، ويجب نبش هذا الميت وإخراجه من هذا المكان ودفنه في المقبرة، دفنه في المقبرة مع الأموات في المقبرة، ولا يجوز دفنه في المسجد، يجب إعادته إلى قبره الأول الذي كان بعيدا عن المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.